لتنس الطاوله، تنس الطاوله فازوا على دمنهور بنتيجه 3-0 الماتش اللي اتلعب يوم الجمعه اللي فات. الماتش كان اتلعب على صاله نادي النادي بفرع مدينه نصر، وبكده ده يكون الفوز الثالث لينا على التوالي بعد الفوز على جمعيه الشبان المسيحيين بالقاهره، وبعدين الفوز على اسوان بنتيجه 3 نتيجه واحده اللي هم 3-0. ماتشين الحمد لله كويس جدا الرجال، 3-0 كل المباريات. مثل فريقنا في الماتش ده محمد البالي، شادي مجدي، عمر بدير، وفريقنا هيلعب الماتش اللي جاي باذن الله مع نادي الحوار يوم الجمعه القادم. كل التوفيق لتنس الطاوله، ويمتعونا ويفرحونا كالعاده.